ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج السرطان ليوم الاربعاء 29/6 يونيو حزيران 2022. بالنسبه ليك يا سرطان، توقعات العشريه الاولى اللي هم مواليد 21/6 ل2/7. لو كنت النهاردة تعتبر مشغول بخيالك وبأنك تبني حصون كتيرة جدا ليومك ده، الوقت النهاردة يعتبر مناسب علشان تستيقظ من أحلامك وتشرع شروع فعلي في كل مشروعاتك. هيظهر النهاردة كل ده على أرض الواقع، خاصة لو كانت خططك أساسية النهاردة وتعتبر قوية. أما لو كنت حابب أنك تنفذها النهاردة، أنت هتوصل لإنغماس كبير جدا في أحلامك اللي بتعتبر غير واقعية. ممكن من خلالها بسبب الأحلام الغير واقعية تفوتك فرصة مهمة جدا هتبدد من خلالها كل طاقتك القيمة. بالنسبة ليك يا سرطان، توقعات العشرية الثانية مواليد 3/7 ل12/7. بيبدو انك النهاردة الوقت اخيرا مناسب انك تنفذ من خلاله كل احلامك اللي انت كنت دايما بتحلم بيها. هتتحلى بشجاعة حلوة جدا هتمكنك من انك تغير مش بس حياتك الشخصية لكن اصلا حياتك المهنية بالمجمل. ممكن تكون النهاردة نموذج يحتذى به لكل الاشخاص اللي حواليك، الا انك لازم تبقى لاقي الوقت المناسب علشان تنفذ اكتر عن نفسك علشان تقضي على كل التوترات اللي ممكن تبقى بتخصك. بنصحك انك تخصص وقت اكتر لفراغك ولكل الانشطة الرياضية اللي انت بتقوم بيها في يومك ده. بالنسبة ليك يا سرطان، توقعات العشرية الثالثة اللي هم مواليد 13/7 ل22/7. كل الخطط اللي انت كنت بتعملها في الفترة اللي فاتت من وقت طويل او شاكت انها تتحقق مرة تانية، فبنصحك بس انك ما تتبطئش بعد الفترة دي. حتى لو كان عندك شوية من الشكوك، هتحصل النهاردة على مساعدة من كل الأطراف اللي بتكون بتقابلك. هتستجيب النهاردة بانفتاح كبير، خاصة للنقد البناء اللي ممكن تبقى بتواجهه في اليوم ده. الهدف الوحيد منه هو انك تحصل على مساعدتك. ما تنساش انك تشتغل على جسمك ايضا خلال الفترة دي، لانها تعتبر فترة عصيبة جدا. بنصحك انك تهتم بنظامك الغذائي علشان تعرف تحقق التوازن اللي بيبقى مطلوب، خاصة لو حبيت انك تمارس الرياضة في اليوم ده هتتحمل من خلالها كل التوترات اللي بتبقى بتواجهك.